السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بثلاث الأولاد قليم ستات واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات والجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 23 في شهر 8 2022. الخير تنور الجميع المشاهدين. ما تنسوش تشاركوا معنا في قناة الزيتون مرجان في التوك توك أو الفيسبوك أو اليوتيوب، مكتوب عليها الزيتوني مرجان. الخيرات تنوريو الحباب تؤنا لمولفين أسواق الأسبوعية بالمملكة المغربية، تنوريهم هاد الخيرات. شحال سيب القاسم هاد التفاح؟ 150 باش يبيع التفاح بالقاسم، كاع هود هاد التهويدة وحدة. العنب 220 جملة. العنب 220 جملة. التفاح كان 220 جملة. كان التفاح 220 جملة تيقول لنا بالقاسم، واليوم الصباح ب 7 دراهم ونص تسقيط، ياك بالقاسم؟ واخ كلكم كلكم وكلكم كلكم مرحبا كلكم مرحبا. وهاد السويهلة شحال؟ السويهلة 100 والمهاية 100. السويهلة 100 والمهاية 100. كما تشوفوا بالقاسم خاص بهاد الخيرات تبارك الله تاع الخضر او الفواكه كما تشوفوا هاد الخيرات. والعنب شحال داير هذا الابيض والاحمر؟ داير الفرك ثمن عدو هوتي كيفاش؟ ثمن مناسب تيقول لنا بالقاسم هنايا في ثلاث الاولاد او ثلاث فيني. تنحييو كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا بكم. أهلا سي عبد الرحيم، ياك ما ياك ما عطشان؟ أي 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 موسى، خلي موسى. شحال الخيرات اليوم؟ قول يا سي عبد الرحيم العنب شحال داير؟ العنب 260. 260 كل حمراء؟ كل بيضاء. وهاد التفاح شحال داير؟ 240 ولكن معنا بار الفرك. 240 ويني بار الفرك باش كاينه الخيره. قال قال هاد الراجل قال مرحبا. كما تشوفوا هاد الخيرات وهاد السويهله وهاد محسن فين ياك بخير؟ ناشط الاحوال ناشط الله يبارك. شحال الخيرات؟ علاش هادي ستو على هادي؟ ياك حلوه زينه. اضربوا عبد الرحيم خويا ندوقوا عندكم هاد المهايا. هذا داك منا غادا تعجبك ربما تغدي منا. غفار هذاك الشيء اللي تتقلب عليه الله يجيب شي عام بكري. هذا عبد الرحيم ومحسن هاد الخيرات تاع الخضر تاع هما والفواكه. وكل واحد اش يقول؟ تنحيي كل مشاهد قناة زيتون مرجان احباب تونا في المكان. ومر خويا الله يحفظك. والبارح ما جيتش ما تسوقتش كاع بالحمد. اييه شحال باتي الخيرة؟ زوينه. ايه والبرقوق والشهدية 10 دراهم. هذوك الخوخ والشهدية والتفاح 10 دراهم. كا هو شي دينار. الله يربح. انا ديتك ردي الله يعاونك بيا ولكن المهم تو غاليه. الله يربح باش ما كان. هادي ما يقبلوش. هادي ما يقبلوش. ياك الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يحفظك. واش انت؟ الله يبارك فيك. الامور ديال المستشفى. كل شيء زين كل شيء زين. هذا الرجل من مشاهدي قناة زيتون مرجان، شكرا وتحياتي لك وتحياتي كل الأحباب تونا في المكان. تبارك الله عليك. وانت شحال الخيرات اسي؟ وين؟ ياك؟
امين يا ربي. الله يرحم والديك. الله يسعدك. ياك يعجبكم هذاك الشيء؟ بصحتكم بصحتكم. مرحبا. هذا الزيتون مرجان. ايوه. شحال هاد السويهله؟ وهاد التفاح؟ وهذاك العنب اللي حداك؟ الفرق واخا 10 دراهم هاد الخيرات كيما تشوفوا في الثلاث فينين ثلاث الاولاد. اهلا كي داير بك؟ الله يحفظك. شكرا لك. الله يبارك فيك. الله يخليك. كيما تشوفوا الخيرات موجوده حتى الثمن كل واحد كان تيبيع هاد الخيرات. تبارك الله. تنوريو لجميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان في المكانو داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا بكم جميعا. بخير ناشط. الله يحفظك. بشحال هاد التفاح؟ التفاح 140. وهاد المرقوق؟ 140. وهذاك 180. هذا الزيتون المرجاني. كي دايرين اسيد؟ الله يحفظكم. شكرا لكم. ياك بخير؟ الله يحفظكم. وشحال هاد الخيرات؟ 30 ريال اشري. وهات يا سي عمو. واسمع. 30 الوحده ولا الكيلو؟ 30 ريال ما سمعنا. واش الوحده ولا الكيلو؟ لا الكيلو. قال لك رخام على في البلاد. يا قلت لكم 30 ريال. يا قلت لك راه مخصوص في عقله. والله الا مخصوص. ايوا. والله الا. انا ملي قال لك هي هي قلتها لك ولا لا؟ ايوا. قولي المرا ولا غارق. السلعه راه 50 ريال وما سالكينش فيها. ها هي 30 ريال. معنا 30 ريال اخو. 100 هذه حاجه ولاد الله. شحال؟ 50 ريال. هذا بلدي. بلدي تاع دكاله. بلدي تاع دكاله. هذا الدكالي طبيعي. ياك طبيعي ديال البلاد. وعلى الاخر ماشي تاع البلاد. اييه. والله مشتك. والله مشتك. سامحني. شحال هاد ثلاث فيني ثلاث الاولاد؟ شحال بعتوا هادي؟ 80 80. السلعه بقيه هاكا. ياك؟ اه. حلوقه ولا كي دايره؟ سكر. سكر تيقول هاد شي سكر تبارك الله الخير. شحال بعتوا هذاك العنب؟ ايه. شحال؟ شكون غالي؟ انت هنا؟ واش كم مخزون اخويا؟ انا موجود انا موجود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كي داير هاد السيد؟ بخير؟ ناشط؟ الأحوال؟ الأحوال الساعة. الحمد لله. وشحال الخيرات؟ أنا خير بغيتك. هاد السويهلات شحال داير؟ 100. وهاد البرقوق؟ برقوق الشهدية الفرق. برقوق الشهدية الفرق. وهاد العنب الأبيض والعنب الأحمر؟ الفرق برقوق الشهدية كل حمار كي العنب ميتين بيضة و مسكية ولا غير بيضة؟ جوج بحال بحال. واش مسكية ولا فيها الريحة المسكية؟ فيها الريحة ملقمة بالمسك. ها هادشي اللي بغينا نسولوك. شحال بار الفرق؟ 260. 100 وانا درتها الفرق. هذاك مولاي سعيد كي داير؟ انا جاي عندك اخويا. وهاد التفاح بشحال بعتي؟ تهلا لي في حسن ناسي. الله يحفظك. ولا الموسم حداكم واقيلا. هاد الخيرات كما تشوفوا معنا في الثلاث فيني ثلاث الاولاد. نحييو كل مشاهد قناه الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج. كي دايرين هاد الناس؟ بخير ناشطين. مولاي سعيد النهار زين. ياك بخير. اياه. 40 من وصلوا النهار
صافي. في الدلاله العنب غالي ولا سويهلة اللي غالية؟ العنب اللي غالي تيقول لنا سعيد هنايا في سوق ثلاث الولاد. وشحال بعتوا هاد الخيرات هذه؟ حنا كيعرفونا الناس معناها 120 ياك؟ اي هو معناها 120 والعنب كنبيعو فيه 240 240 عندنا المعارف بزاف. عندكم المعارف بزاف؟ هذاك هو السوق اللي درنا منه الفلوس، ما كانش عندنا ريال. والله ما كان عندنا درهم. مشاو لو غانا الله درنا منه السوق. هذا سعيد ضرافات وتيكون بحال كما تشوفوا الخيرات في الثلاث فيني ثلاث ولاد. ما هي مليحة؟ مليحة ديال القصر هذه ديال العريش. ياك؟ عريشي جاي. تبارك الله. شوف سبحان الله الخيرات اللي عاد عبد عباد الله. خيرات ربي شوف. شوف سر عينك السوق كامل خيرات تبارك الله. الحمد لله. الحمد لله كل شيء زين. تبارك الله على السي سعيد. الله يحفظك يا زيد. ياك ناشط؟ اه سعيد رجع. ياك؟ جيت له 20 مليون وحقهم كلها اصلا. ايوا شوي تطلع. جاب شي بارك 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 طيب شحال انا؟ تبارك الله الخيرات موجودة وين تيقولوا؟ لا هي مليحة حلوة